دي ريتشل بنت عندها 13 سنة بتفوق بتلاقي نفسها في مكان غريب هي ما تعرفوش وما كانتش فاكرة ايه اللي جابها هنا فمشيت في المكان ده لحد ما لقت كاميرات كتير وحيطة مكتوب عليها اسئلة بس سابت الحيطة ودخلت غرفة لقيت قالة كاتبة بتكتب لها اسئلة زي اسمك ايه وايه اللي جابك هنا وايه اخر مكان كنت فيه فريتشل ردت وقالت اسمي ريتشل واخر مكان كنت فيه كان المستشفى كنت مع امي وابويا بيعرض على طبيب نفسي لاني شفت ناس بتموت ومشيت ريتشل بعد كده من قدام الآله الكاتبه ولقت اسانسير بيتفتح لها وسمعت صوت بيقول الفتاه اللي في الطابق السفلي تم اخذها كضحيه بس ريتشل ما كانتش فاهمه وقالت لازم الاقي مخرج من المكان ده بسرعه وطلعت بالاسانسير لحد ما وصلت لطابق في منطقه اسمها منطقه اللعب ولقت فيها دم وطائر مصاب بس فجأه ظهر شخص اسمه زاك هو كان ماسك منجل وشكله غريب وقال لها معاكي تلات ثواني تهربي فيهم يا اما هقتلك، فريتشل هربت بسرعه واستخبت منه وبعد ما زاك اختفى ريتشل كملت مشي، ولقت طائر تاني اصابته بالغه فعالجته بس ذاك جالها تاني، فجريت منه برده وركبت اسانسير طلع بيها لطابق اشبه بمستشفى، وجالها هناك واحد وقال لها كنت بدور عليكي انا داني طبيبك النفسي تعالي معايا، فراحت معاه غرفة مكتوب على الحيطة بتاعتها كلام غريب زي ايه سبب وجودك هنا وايه هي الرغبة فريتشل كملت مع داني لحد ما داني راح بيها لغرفة عمليات وقال لها عينيكي حلوين اوي انا لازم اخدهم فريتشل خافت منه فداني قال لها هو انت مش فاكرة اول مرة شفتك فيها طب مش فاكرة انك لسه في الحلم فريتشل جريت منه بسرعة بس داني مسكها وقال لها انا لازم اخد عينيكي دلوقتي عشان تروحي ابوكي وامك في الجنة ححيم. وفجأة وداني بيتكلم زاك من وراه وقتله وكان هيقتل ريتشل بعده بس لقاها مستكينة فقرر انه ما يقتلهاش لانها مش هتقاوم ومش هتحسسه بمتعة القتل وهو واقف عندها الصوت اللي بيتكلم في المكان قال في شخص دلوقتي خرق القوانين وقتل واحد مش في الطبق بتاعه وهيكون هو الضحية فزاك قال هما كده بيتكلموا عني انا لازم امشي من هنا بسرعة بس زاك معرفش يفتح باب غرفة العمل عمليات. وريتشل في الوقت ده قعدت تفكر وقالت انا دايما كنت عايزه اموت ولازم دلوقتي اموت وكان لسه زاك مش عارف يفتح الباب فريتشل قامت وراه وقالت له ارجوك اقتلني وفتحت له الباب من خلال مفاتيح داني فزاك قال لها انت شكلك ذكيه لو ساعدتيني وخرجنا من المكان ده هقتلك زي ما انت عايزه ونزلوا بعد كده مع بعض في الاسانسير لحد ما وصلوا لطابق في مقابر وريتشل سالت زاك هناك هو هو انت ايه اللي جابك المكان ده فقال لها انا قاتل وهم قالوا لي ان هنا هقدر اقتل براحتي عشان كده جيت بس انا دلوقتي عايز اخرج من المكان ده وذاك سال ريتشل لما انت عايزه تموتي ما انتحرتيش ليه فقالت له لان اللي انتحر شيء محرم اقتلني زي ما وعدتني وهم بيتكلموا لو قبر من القبور مكتوب عليه اسم ريتشل وورا كان في ممر صغير ريتشل دخلته ولقت فيه رساله مكتوب فيها ريتشل انا بحب كان نفسي اشوفك هو لك المكان ده عشان تركضي فيه بسلام بس زاك في الوقت ده بدا يحطم كل الأبور هو لما حطمها في باب مره واحده اتفتح عند ريتشل وريتشل عدت منه وفجاه سمعت صوت بيضحك وبيقول لها انا عارف امنيتك ولقت ريتشل بعد كده غرفه فيها معلومات عن اشخاص كتير من ضمنهم هي وزاك فخرجت من الممر لزاك وقالت له حاول تدور على اي حاجه ما توقفش كده في المية هناك انزل دور فيها على اي دليل يقدر يخرجنا من هنا فزاك راح يدور في المية وريتش رجعت للممر تاني ولقيت في رسالة جديدة وكان مكتوب فيها انا وانت امنياتنا متشابهة وكملت ريتش فلقت غرفة جديدة اتفتحت ودخلتها بس وزاك مستنيها بره طلع عليه ولد غريب وقال له انا اسمي ايدي انت حطمت القبور ليه انا تعبت في بنائها فازاك هجم عليه فايدي تفاداه وقال له انا هقتل ريتشل وهعمل لها قبر جديد وراح ادي لريتشل وقال لها انا اسمي ايدي انا اللي سبت الرسايل دي انا اعرف عنك كل حاجه هو عارف انك عايزه تموتي عشان كده ارجوكي خليني انا اللي اقتلك مش زاك فريتشل قعدت تفكر بس زاك جه عند الحيطه اللي وراها وكلمها وقال لها في كتير هنا عايزين يقتلوكي بس ولا واحد منهم ممكن تصدقيه غيري انا وعدتك اني هقتلك وهنفذ وعدي وكسر زاك الحيطه وقال لها ما تخفيش. اقسم بالرب اني هقتلك فريتشل صدقته ومشيت معاه فايدي اختفى وشويه وظهر وقال لريتشل اللي عايزاه هو اللي يقتلك انا هقتلك احسن منه وزائد كمان ان انتوا هنا دلوقتي في الطابق بتاعي فزك قال له اخرس وهجموا الاثنين على بعضه وايدي طفى النور عشان زك ما يشوفوش فزك قال لريتشل روحي بسرعه افتحي النور فراحت بس ايدي جالها وقال لها انا عملتلك القبر الجميل ده سيبيني اقتلك بقى فريتشل ضربت وولعت معاه جهاز تحكم بيتحكم في الطبق بتاعه فخدته وفتحت النور فزج ضربه وطير له قناعه وبعد كده ضربه تاني ووقعه في القبر اللي هو كان عامله لريتشل وقفل عليه وخد ريتشل وركبوا الاسانسير عشان يروحوا لطابق جديد لحد ما وصلوا لطابق على شكل سجن ولقوه مقفول ببوابه حديديه وكانوا عايزين يعدوا منها بس معرفوش وفجاه ضرب عليهم رصاص فبعدوا وكلمتهم واحده وقالت لهم انا كاسي حاكمه الطابق ده وهعديكوا دلوقتي عشان انتوا مجرمين ولازم تتعاقبوا وفعلا كاسي فتحت لهم الباب وخلتهم يدخلوا غرفه يتصوروا فيها زي المجرمين ما بيعملوا وبعد كده خلتهم يدخلوا غرفه تانيه وقالت لهم دي غرفه العقاب الاولى وزاك وريتشل لو في الغرفه دي دوما ما كانوش فاهمين هي بتعمل ايه وهما بيشوفوا الغرفه زاك لقى كرسي فمن غير ما يفكر قعد عليه بس فجأه كاسي قيدته في الكرسي وقالت له ده كرسي كهرباء اللي بيستخدم في الاعدام وقعدت كاسي تكهرب فيه وقالت لريتش للغرفة دي فيها آلية بتوقف التعذيب لو معرفتيش ايه هي الآلية دي هفضل كهرب فيه لحد ما يموت وكملت كاسي كهرباء في زاك فريتش قعدت تفكر ولما بصت للدمى لقت عيونها منورة فخدت المنجل بتاع بسرعة وبدأت تكسر في الدمى وعيونها وطلعت ان هي دي الآلية اللي بتوقف في الغرفة دي وزاك قام من الكرسي ومشي مع إلا لحد ما دخلوا لغرفة تانية وكاسي قالت لهم الغرفة دي الهوا ما بيخرجش منها أنا هنشر دلوقتي فيها غاز سام لازم تعرفوا آلية الخروج من الغرفة دي قبل ما تموتوا أو قبل الوقت ما يخلص في الساعة الرملية دي في قناع واحد بس في الغرفة هو اللي بيحمي من الغاز السام يلا ابدأوا وفعلا بدأت كاسي نشر الغاز فزاك وريتشل اتفقوا إنهم يلبسوا القناع بالتناوب وزاك قال لريتشل انت اذكى مني دوري على اليه الخروج من هنا فريتشل لما بصت لقت في الغرفه جثه ومكيال وجعبه صغيره ولقت تحت الجثه جمله بتقول قطع رجلك اليمنى يساوي جريمتك فقالت في دماغها اكيد الجعبه دي بترمز لكلمه جريمه في الجمله وخلت زاك ياخد رجل الجثه اليمين المقطوعه والجعبه ويحطهم على المكيال عشان يسووا بعض ولما عملوا كده اتفتحت فتحه في السقف زاك رمى ريتشل جواها وريتشل جابت من جوه الفتحه دي كارت بيفتح باب الغرفه وادته لزاك بس زاك كسر الكارت بدون قصد فكاهتي قالت لهم وقتكم خلص دلوقتي هنشر غاز سام جديد وهقتلكوا بيه وفعلا عملت كده فريتشل قالت الغاز ده اكيد قابل للاشتعال واشعلت ريتشل نيران وفجرت الغرفه وخرجت هي وزاك وقعدوا شويه يرتاحوا وبعد كده كملوا ماشي عشان يحاولوا يخرجوا من بتاع كاسي. بس كاسي خلتهم يدخلوا لغرفة جديدة ولو في الغرفة دي منزل دمى صغير وكاسي قالت لهم له في لغز هنا لازم واحد منكوا يحله ويقول للتاني يعمل ايه في منزل الدمى ده من خلال حله للغز فريتشل بدأت تحل اللغز من خلال كتاب محطوط في الغرفة وقعدت تقول لزاك يحرك الدمى ازاي في المنزل بس زاك كان بدأ يتضايق لأن الدمى الصغيرة دي كانت بتفكره بنفسه وهو صغير لما كان في دار ايتام مسؤول عن الزوجين بس الزوجين دول كانوا اشرار ومهملين وبيسيبوا الاطفال من غير اكل لحد ما يموتوا وبيخلوا زاك هو اللي يدفنهم لحد ما فيهم زاك شاف في التلفزيون فيلم عن قاتل وده الهمه انه يقتل الزوجين وفعلا قتلهم ورجع زاك للحاضر ولما افتكر كل اللي حصل له ده كسر منزل الدمى فكاسي ضحكت وقالت له انا استمتعت باللي حصل في الغرفه دي عشان كده هعديكوا للغرفه اللي بعدها وفعلا عدتهم وظهرت فوق في هنا حقنتين حقنه فيها فيتامينات وحقنه تانية فيها دواء خطير عشان تعدوا لازم تحقنوا نفسكوا بالحقنتين فزاك وريتشل قعدوا يفكروا انهي حقنه الفيتامينات وانهي حقنه الدواء الخطير بس ما عرفوش فزاك حقن نفسه بالحقنتين عشان يعدوا وفعلا الباب اتفتح وعدوا بس من بعدها زاك فقد اعصابه وقال لريتشل انا عايز اقتلك ومش هقدر اكبح نفسي بس في جزء مني مش عايز يقتلك لانك مش خايفه وده مش هيحس. بمتعة القتل هو كمان لأن في بينا وعد إني أقتلك بعد ما نخرج من المكان ده فاهربي من قدامي دلوقتي بسرعة ريتشل هربت وزاك راح وراها لحد ما وصلوا الغرفة وزاك كان هيقتل ريتشل بس كاسي ظهرت من ورا باب وضربت رصاصة على زاك من خلال طالق للرصاص موجود في الغرفة فزاك وقع بس هم تاني وقال لريتشل ابعدي مش هقدر أكبح نفسي وهقتلك فكاسي قالت لريتشل في مسدس جنبك خدي وابدأي انت وزاك هجوم على بعض وخلينا نشوف مين فيكم هيعيش ومين هيموت فريتش خدت المسدس بس ما قدرتش تضرب على زاك وزاك قال لها انا لازم اوقف نفسي وضرب زاك نفسه عشان ما يقتلش ريتشل ويهدى ووقع زاك في الارض فكاسي خرجت متضايقه وقالت مش هو ده اللي انا كنت عايزاه فريتشل وجهت المسدس ليها بس كاسي قالت لها مش هتعرفي تقتليني المسدس ده فاضي انا اللي هقتلكوا دلوقتي فريتشل خرجت مسدس بسرعه من شنطتها و وضربت عليها وقام زاك قطع ايديها وبعد كده قتلها وخلصوا من كاسي ومشيوا لحد ما راحوا عند الاسانسير بس لو مقفول وريتشل لقت جمله مكتوبه بتقول ضع اسمك اذا كنت غير مذنب فريتشل لقت فراغ حطت فيه الورقه اللي عليها اسم زاك واللي كاسي خلته يتصور بيها اول ما جه الطابق بتاعها وفعلا فتح الاسانسير وركبوه وزاك قال لريتشل جبت المسدس اللي طلعتيه ده منين؟ فقالت له ده بتاعي فعل لها غريبة ان دي اول مرة تستخدميه بس وهم بيتكلموا فجأة زاك نزف كتير لانه تأثر بالضربة اللي ضربها لنفسه ولا سانسير بعد كده وقف في الطابق اللي هم صعدوا ليه وريتشل خرجت زاك منه وحطته جنب الحيطة وراحت تدور في الطابق على اي علاج عشان توقف نزيف زاك بس لقت نفسها في مكان غريب بتفوح منه ريحة مصحوبة بدخان لونه غريب وشافت كتاب ولقت مكتوب فيه لازم تعترف بذنوبك فعدت من باب جنب الكتاب ولقيت الكلام بيتحرك حواليها وبقت في غرفة مثلثة وسمعت صوت بيقول لها اعترفي بذنوبك انتي على كرسي الاعتراف بس ريتشل ما كانتش فاهمة حاجة وكانت بتفكر في ذاك. وقعدت تجري ولاحظت انها كل ما بتشوف الدخان الغريب ده بتدخل في الوهم فكملت جري لحد ما لقت نفسها في كنيسة وجا من وراها واحد وقال لها انا اسمي جري مسؤول عن الكنيسة دي ومقيم في الطب ده. انا عارف انك محتاجة اي حاجة توقفي بيها نزيف زاك بس مش هتلاقي في الطبق هنا هتلاقي الحاجات دي في طابق داني انا ممكن انزلك معايا لطابق داني بس خلي بالك هعمل لك اختبارات وانا معاكي فريتش الوافقت وراحت معاه للاسانسير وقبل ما تدخل زاك قال لها انا عايزك تجيبيلي السكينة بتاعتي من الطابق بتاعي فارتش الوافقت وركبت الاسانسير مع جري بس شافت برضو الدخان الغريب اللي بتشوفه وكان بي فوح من ونزلوا بعد كده للطابق بتاع كاسي اللي كانوا لسه فيه وجراي قال لريتشل احنا هننزل للطوابق اللي انت عدتي عليها وصعدتي منها وهعمل لك اختبار في كل طابق من الطوابق دي هو اول اختبار هيكون هنا عايزك توصلي لزر الطاقه بتاع الطابق ده وتشغليه فريتشل قالت له ماشي وراحت تدور بس اتفاجئت في طريقها ان جثه كاسي اختفت وشويه ولقت زر الطاقه بس طلع عليها زومبي كتير فجريت منهم وراحت لغرفة التحكم وبدأت تضرب عليهم من هناك رصاص عشان تموتهم ولما موتتهم راحت شغلت زر الطاقة ورجعت لجري وقالت له أنا خلصت لها قابلتك أي عوائق فقالت له قابلتني بس عدتها فجري نزل بيها لطابق ايدي وهناك ريتشل لقيت برضو إن جثة ايدي اختفت وجري قال لها اعملي نفس اللي عملتيه في الطابق بتاع كاسي فريتشل مشيت بس شافت قدامها ايادي بتمنعها من الو وصول فقعدت تدوس على الايادي دي لحد ما وصلت لزر الطاقة ودست عليه بس فجأة تخيلت انها شايفة ايدي قدامها وايدي قال لها انت بتدوسي على اي حاجة قدامك عشان توصلي لهدفك وبسبب اللي بتعمليه ده كل اللي حواليكي هيعانوا فريتشل سابته ورجعت عند جراي واخدها ونزل بيها لطابق داني هو ما لقتش الجثة بتاعت داني هناك وبدأت تدور على اي دواء بس ما اي حاجة فجري قال لها كل اللي الأدوية اللي كانت في طابق داني اختفت وأنا معرفش السبب، فريتشل قالت له طب تعالى ننزل للطابق بتاع زاك عشان أجيب حاجة من هناك، فجري قال لها ماشي وفي نفس الوقت ده زاك كان قاعد بيفتكر ماضيه، بعد ما قتل الزوجين بتوع الأيتام مشي في الشارع لوحده ولقى ست معاها عربية فقتلها وخد منها العربية ونام فيها، لحد ما الصبح طلع ولقى راجل عجوز وقال له أنا كفيف وعايش لوحدي تعالى معايا، والعجوز رجعت انا بزاك بس زاك كل شويه بقى متعطش للقتل فخرج قتل واحد في الشارع وبقى بيعمل كده كل يوم لحد ما في يوم العجوز خرج الصبح ومرجعش البيت ونزل زاك يدور عليه وهو بيدور عرف ان العجوز اتقتل من اتنين لصوص قتلوه عشان يسرقوه فزاك دور عليهم لحد ما لقاهم وقتلهم وقعد يضحك ورجع زاك بعد كده للحاضر ولقى داني قدامه فقال له انت عايش ازاي انا أتل فداني قال له انت عصبتني بس ما قتلتنيش لاني كنت لابس واقي امتص الضربة بس انا لسه مصاب وعارف انك كمان مصاب عشان كده هعرض عليك عرض اقتلع عيون ريتشل وسلمها لي لاني عايز همو في المقابل هعالجك انا معايا كل ادويتي فزاك رفض وقال له امشي وفعلا داني مشي وريتشل في الوقت ده كانت نزلت مع جري للطابق بتاع زاك وده كان الطابق اللي شافت زاك فيه اول مرة وريتشل جابت من من هناك لزاك السكينة اللي هو عايزها هو جابت كمان شوية ضمادات وطلعت تاني للطبق بتاع جري بس ملقتش زاك هو قال لها انا نزلت معاكي بالاسانسير عشان اتابعك واعرف نواياكي كل اللي بيحصل هنا ده بسببك انت بتعملي كل حاجة بدافع الانانية وحب نفسك حتى زاك عايزة تنقذيه عشان يقتلك في الاخر انا هفضل اتابعك لحد ما تعترفي بذنوبك وفجأة انتشر من جري الدخان اللي بيوقع في هو وشافت ريتشل افعى عملاقه بتلاحقها فقعدت تجري منها لحد ما لقت زاك وهو اللي فوقها من الوهم فريتشل ادته السكينه وكانت عايزه تربط له بطنه بالضمادات بس زاك قال لها ما انا مش هموت دلوقتي فقالت له طب قوم معايا عشان ندور على داني وناخد منه اي دواء ليك ومشيوا مع بعض بس فجاه وهم ماشيين طلعت عليهم افعى وهجمت على ريتشل فزاك اتصدلها وقعد يلاحقها لحد ما قطعها بس نزل في كتير يرتاح ويرتاح فقال لها مالك حاسس انك حاسة بالذنب ناحيتي هو في حد قال لك اي حاجة حسستك بالذنب فريتشل قالت له ارتاح انت هنا بس دلوقتي وانا هجيب لك الدواء لوحدي فذا كده السكينة بتاعته وقال لها خليها معاكي فريتشل خدتها ومشيت بس جري نشر الدخان بتاعه ودخلها في الوهم وجري قال لها انا معايا دواء يعالج ذاك بس مش هديهولك لانك عملتي حاجات كتير لازم ت عليها وفجأة ريتشل لقيت نفسها في محكمة وجري هو القاضي وكاسي وإيدي وداني هم الشهود وشهدوا عليها وقالوا إنها أنانية وعدت على الطوابق وأذتهم عشان توصل لهدفها وهتعمل كده لزاك قريب جدا فجري قال لريتشل إنتي ساحرة بتأثري على كل اللي حواليكي عشان توصلي لاهدافي وعشان كده أنا حكمت عليكي إنك تموتي محروقة فريتشل صرخت وقالت لا أنا ما بعملش كده ولما شافت سكت كانت زاكا قدامها فقت من الوه وقالت لجري هات الدواء اللي عندك فجري قال لها كان نفسي اطهرك من اللي عملتيه بس شكلي كده ما عرفتش تعالي معايا وإداها جري الدواء ورجعت بسرعه عالجت زاك وارتاحوا شويه وقاموا عشان يصعدوا الطابق اللي بعد كده ولما ركبوا الاسانسير ريتشل سالت زاك هو انت ليه جسمك محروق ورابط وشك فقال لها لاني وانا صغير عشي امي حرقني بالنار وامي بعدها ما قدرتش تتحملني فربطت خبطتني كده وودتني لدار ايتام مسؤول عنه زوجين وبعد ما زك حكى وصلوا للطابق الجديد وزاك قال اه لا اعتقد ان ده اخر طابق بس اول ما ريتشل خرجت من الاسانسير قالت في دماغها الطابق ده انا كنت فيه قبل كده ما ينفعش اسيب زاك يعرف اي حاجه عن اللي عملته وراح زاك فتح غرفه في الطابق ولقى فيها جثتين فريتشل جريت عليه وقالت له ارجوك يلا نمشي من هنا بس زاك ما كانش فاهم هي مالها وفجاه اغمى عليها وسمع زاك صوت بره الغرفة ولما خرج داني جه من وراه ودخل الغرفة وقفلها بالمفتاح فقعد زاك يخبط ويقول له افتح فداني قال له خد جولة في الطابق ده واعرف اكتر عن ريتشل وساعتها افتح لك فزاك فعلا مشي في الطابق بس قابلته في خخ كتيرة وقعد يتخطاها لحد ما لقى في الطابق مكان تحت الارض فنزلوا وهناك الارض اتشقت وزاك كان هيقع بس جري جه طلعه وقال له انا انقذتك لان ما ينفعش سيب كل اللي حصل ده ينتهي بالسهوله دي فزاك قال له هو انت عايز ايه فجر قال له انا هحكي لك انا من صغري وانا عندي فضول اني اعرف مين الاشخاص اللي جواهم الايمان الحقيقي فعلا ومين اللي بيدعوا الايمان عشان كده قررت اعمل تجربه وعملت المبنى ده وجبت فيه قتله زيك عشان يبقوا هما موضوع التجربه وقعدت اراقبكوا عشان اعرف المواقف اللي هتحصل لكم هنا في المبنى هتاثر عليكم ولا لا واكتشفت انها فعلا اثرت على زيكو زيكم وبدليل ان شخصيتك اتغيرت بعد ما قابلت ريتشل فزاك قال له انا مش فاهم كلامك فجري قال له في غرفه فوقينا ادخلها هتكتشف جزء من الحقيقه الغرفه دي بتفتح بلوح خشبي فزاك قعد يدور على اللوح في الطابق وريتشل في الوقت ده كانت فاقت ودانيا قال لها بصي على التلفزيون الكاميرات اللي حاطينها في كل الطوابق بتصور زاك هو خلاص هيدخل الغرفه وهيعرف كل حاجه فريتشل قلقت وما كانتش عايزه زاك يدخل الغرفه بس ذاك كان لقى اللوح اللي بيفتح الغرفة خلاص وراح فتحها ولا هناك تلفزيون اتعرض له في قصة حياة ريتشل وعرف ان ريتشل من صورها وهي بتحب تقتل الحيوانات وتخيط وبتحتفظ بيهم وده لانها كبرت بمرض نفسي لانها دايما كانت بتشوف ابوها وامها على طول بيتخانقوا وبيضربوا بعض لحد ما في يوم ابوها قتل امها قدام عينيها وكان عايز يقتلها هي كمان فجريت منه لأ لحد اوضتها وخرجت مسدس وقالت والمسدس ده ماما كانت جايباه عشان تقتلك بيه وضربت ريتشل على ابوها وقتلته وبعد كده خيطته هو وامها وعملت لهم وجه باسم والحادثه دي اثرت فيها وراحت تتعالج عند داني بس داني لما شافها عجبته عينيها وكان عايز ياخدها منها لان عنده عين صناعيه فخلى جري يجيب ريتشل للمبنى اللي هم فيه لانها قاتله وهتساعد جري في في تجربته وكمان عشان داني ياخد عينيها وبعد ما زاك عرف المعلومات دي عن ريتشل كسر التلفزيون وراح لها فداني رفع عليه المسدس وقال له اي حد بيجي الطابق ده وبيعرف المعلومات دي عن ريتشل ريتشل بتقتله عشان كده هي هتقتلك دلوقتي وفعلا ريتشل رفعت عليه مسدس بس ما قدرتش تقتله وهربت منه فراح وراها لحد ما داني جه من وراه وقال له انا اللي هقتلك فريتشل وجهت المسدس ليهم هما الاثنين الاثنين وضربت داني برصاصة ووقعته ووجهت بعد كده المسدس لزاك فزاك ضربها ووقعها وقال لها انت بتعملي كل ده ليه مش المفروض انك عايز انا اقتلك فقالت له انا عايز اموت بس في نفس الوقت عايز اقعد شوية عشان اكفر عن اللي عملته فزاك قال لها امي تعالي نخرج الاول من المكان ده وبعد كده نبقى نشوف فريتش لامت معاه وقالت له انا عارفة الطابق ده كويس جدا ما اعتقدش ان المخرج موجود هنا ممكن يكون يكون في أي طابق من اللي كنا فيه هم وراح وهم الاتنين للأسانسير فلو عطلان فرقت قالت كان هروح أشغل الكهرباء في الطابق لأنها قطعة وفعلا ريتشل راحت فلقت جري قدامها فسألت والمخرج فين فقال لها أنا مش هعترضك المخرج عند الزجاج الملطخ بالدم في الطابق بتاعي فريتشل شغلت الكهرباء ونزلت مع زاك لطابق جري وراحوا للزجاج الملطخ بالدم وبعده ولقوا وراه زجاج تاني زاك كسروا فلقوا وراه سلم وقعدوا يصعدوا وريتش قالت لزاك لما نصعد السلم ده هنبقى في السطوح وهنخرج بس وهم بيصعدوا سمعوا صوت بيقول اعلان حالة الطوارئ سيتم تفجير المبنى تلقائيا وفعلا بدأ المبنى ينفجر وزاك وريتش لقوا قدامهم باب حديدي فزاك خاف من النار لانها بتفكروا بماضيه لما اتحرق وبالمنجل بتاعه وقطع الحديد وعدوا وكملوا صعود فلقوا قدامهم حجاره سدد الطريق فبردو زك كسره وعدى بريتشل بس المنجل بتاعه اتكسر ومشي بدون سلاح لحد ما وصلوا لسطوح المبنى وريتشل قالت لزاك انا وصلت لهنا بفضلك لو عايز تقتلني دلوقتي اقتلني انا هبقى مبسوطه اني هموت على ايدك فزاك قال لها انا هعمل اللي انت عايزاه بس وهما بيتكلموا داني جه من ورا ريتشل وضرب عليها رصاصه ووقعت ريتشل وقعدت تعيط وداني اصاب زاك هو كمان وقال له أنا اللي شغلت وضع الطوارئ في المبنى عشان ينفجر وكلنا هنموت وهنوصل للنهاية اللي نستحقها وداني كان هيقتل زاك بس جري جه وضرب على داني سهم وقال له أنت أناني وقال لزاك خد ريتشل بسرعة واخرجوا عشان تحاول تنقذها فزاك خد ريتشل ومشي ونزل جري لداني وداني قال له عملت كده ليه؟ فجري قال له لأن زاك وريتشل هما أكتر اتنين اتغيروا من ساعة ما عملت المبنى ده وجبتك معايا بس المشكله ان احنا الاتنين ما فكره المبنى ده من الاساس كانت غلط ما كانش ينفع اجيب كل الاشخاص اللي جبتهم هنا دول عشان اختبرهم انا غلطت ولازم اتعاقد وفجاه وهم بيتكلموا المبنى انفجر وفي نفس الوقت ده زاك كان خرج بريتشل بره المبنى بس الشرطه جت واخدوا منه ريتشل وودوها المستشفى ولحقوها وقبضوا عليه لانهم اعتقدوا ان هو اللي فجر المبنى وقتل كل اللي فيه واتحكم على زاك بعدها بلعب. اعداء كانت في المستشفى ما تعرفش اي حاجة عن زاك وقعدت فترة هناك وهي حزينة ومش عارفة تخرج لحد ما اكتعبت وتخيلت ان زاك هرب من الشرطة وجالها وقال لها احنا في وعد بينا اني اقتلك ولازم انفذ الوعد ده فريتشل قالت له انا فعلا كنت عايزة اموت ومستنياك تيجي عشان تقتلني وتخيلت ريتشل ان زاك قتلها بس الحقيقة انها انتحرت وزاك بعد كده اتعدم وبكده يبقى خلص ملائكه الموت انمي انجلز اوف ديس سنت اكس سنه 2018 ولو حابب تتواصل معانا فاحنا عملنا بيج جديده على الفيسبوك هتلاقي اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو واعمل لها فولو لو عايز يوصلك كل جديد عن القناه في النهايه لو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للحلقه